الساعة الثانية زوالا، موعد تنثر فيه السيدة الكأس عروضها التي يقف فيها الجميع سواسية، فلا كبير فيها ولا صغير. ملعب الحبيب بعقل بوهران سيكون أول محطة لأول قمة كلاسيكية بين الجمعية المحلية والضيف اتحاد العاصمة في مباراة متأخرة عن الدور السادس عشر. الفائز منها سيستقبل جمعية شلف في الدور الثمن النهائي ساعة بعدها، ومن ذات الدور المتأخر نادي بارادو يستقبل الضيف نادي مولودية البيض بملعب عمر حمدي ببلوغين، لقاء سيكون فيه صاحب النفس العميق معنيا بالتنقل إلى قلمة في الدور المقبل. وعن لقاءات الدور ثمن النهائي ومن ملعب محمد رجاز ببوفريك، الوداد الذي أقصى مولودية الجزائر يستقبل مولودية وهران بنية المضي فيما بدأ إقصاء الكبار. قمة أخرى تلك التي ستجمع الاتحادين بالعباس وعنابة، وشرف الاستقبال سيكون للفريق بالعباسي. أما متصدر المحترف الأول شباب الوزداد سيكون في تنقل صعب إلى عروس الزيبان لملاقاة اتحاد بسكرة، لقاء آخر لا يقل أهمية عن السابقين ذاك الذي سيدور بين جمعية أمل عين مليلة وشباب أهل برج بوعريريش. أما أمل بوسعادة سيستقبل أمل الأربعاء بنية مواصلة المسار. الشرق كذلك سيحتفي دربيه في اختتام عروض سيدة الكأس بين وفاق سطيف والضيف شباب قسنطينة. هي لقاءات واعدة وكبيرة تكتسي أهمية بالغة، لا فرق فيها بين الضيف والمضيف ولا حتى الكبير والصغير، أما البقاء فسيكون حتما للأفضل.